لكل بلد ما يميزه وما يخصه وما ينتمي إليه، وما يوجد داخل حدود فلسطين بعضه لا يوجد إلا في فلسطين. ومن أجمل وأرق ما تمتلكه هذه البلاد ومن أخلص وأوفى الكائنات لأرضها هو عصفور الشمس الفلسطيني، هذا الكائن الضئيل الذي لا يهاجر ولا يبتعد عن حدائق وأشجار فلسطين مهما كانت قدرته على سرعة الطيران والانتقال. هو الطائر الوطني للبلاد، ومنذ عام 1865 وهو يحمل اسمها طائر الشمس الفلسطيني أو Palestinian Sunbird. هذا الطائر يعد من أصغر الطيور التي تعيش في فلسطين، حيث يبلغ وزنه من 6 إلى 10 جرامات، أما طوله فلا يزيد على 11 سنتيمتراً. ويمتاز ذكر عصفور الشمس بألوانه الجميلة التي تتغير درجاتها حسب انعكاس الشمس عليها، حيث تحتوي ريشاته على 3 ألوان: البنفسجي والأزرق والأخضر. كما يوجد بأسفل جناحيه ريش صغير لونه برتقالي، بينما لأنثى عصفور الشمس لون واحد هو الرمادي، وأحيانا يظهر على ريشاتها اللون البني. ويتغذى عصفور الشمس على رحيق الزهور، وفي العصور السابقة كان يظهر بكثرة في الأماكن ذات أشجار الأكاسيا ذات الورود الحمراء الكبيرة، والآن يتنقل بخفة بين الحدائق المنزلية والأشجار ليتغذى من رحيق أزهارها. ولصوت عصفور الشمس طبيعة مميزة، ورغم صغر حجمه فصوته عال وسريع، وأحياناً يصدر أصواتاً تشبه صوت الإنذار الحاد. كما أنه مشهور بكونه كائناً فضولياً، حيث يقوم بفحص كل شيء جديد أو غريب بالنسبة إليه. يعيش عصفور الشمس من 3 إلى 9 سنوات، لكنه يوجد بأعداد كبيرة ومتزايدة، فلا خوف عليه من الانقراض أو الاختفاء، فهو دائم الحضور، يحيط سماء فلسطين بأجنحته ويملأ فضاءها بصوته.